الأطفال. لا لا لا، اللي بتدور عليه هنا في درج المكتب مش هتلاقيه، عشان اللي بتدور عليه معايا. خلي بالك ما فيهوش رصاص. يحيى، في حاجات كتير قوي انت مش فاهمها. مش عايز اسمع حاجه. وانا جاي كنت محضر كلام كتير قوي علشان اقوله، لكن دلوقتي مش عايز اسمع صوت الرصاصه وهي طالعه من مسدسي علشان تطفي النار اللي في قلبي. عايز استريح. قلت لك في حاجات كتير قوي انت مش فاهمها، ولو كنت متخيل ان راحتك في موتي تبقى غلطان. مش ناقص تقول لي غير انك انت مظلوم. ورقه القضيه بتاعتي على مكتبك، والنور اتخطفت وراحت على عزبتك. انا كنت مجبر يا يحيى، غصب عني عملت كده. انا وانت اتلعب بينا عشان نتحط في الموقف اللي احنا فيه دلوقتي. كنت متوقع ردك ده. مش بقول لك كنت مذاكر كويس ومحضر كلام كتير عشان اقوله؟ تخليص مصالح يا يحيى. صدقني لو كان بايدي ما كنتش حاولت اقتلك، مش كده؟ بلاش تهور يا يحيى. انا لو مت عمرك ما هتوصل للي قتل براتك وابنك. اللي هو مين بقى؟ انا معرفوش. لا حلو، عايز تفهمني ان يونس باشا عبد الحميد بقى شغال دلوقتي قاتل باجر وبينفذ من غير ما يسال؟ طب ما تديني فرصه وانا افهمك. قدامك 5 دقايق. انا عارف اول سؤال بتساله لنفسك، قضيه فساد الخصخصه اللي انت كنت ماسكها ليه بتتفتح بعد السنين دي كلها؟ السؤال اللي اهم، مين اللي له مصلحه انه يفتحها دلوقتي؟ لو قدرت تجاوب على السؤال ده هتعرف اني ماليش اي ذنب في اللي حصل. انا بعد اللي انتوا بتسموها ثوره 25 يناير دي اترفع عليا قضايا كتير، بس الحمد لله طلعت منها كلها براءة. وده اللي انا مستغرب له الحقيقه. يحيى، انت كنت ماسك قضيه فساد الخصخصه، لقيت ورقه واحده او اتهام ليا في تحقيقاتك؟ ما انت عارف التحقيقات وقفت من اولها. لو كنت كملت تحقيق في القضية دي كنت قدرت أوصل لك. لا لا لا، انسى. انت عارف ليه؟ لأن احنا في بلد الورق. طالما انت مظبط ورقك مستحيل أي حد يمسك عليك حاجة. انت عارف مين اللي بيحكم في القضايا في البلد دي؟ الورق. العدل في مصر محكوم بالورق. وعشان كده كنت عاوز توصل للورق اللي عندي. لا لا لا، الورق اللي عندك ده ملوش اي لازمه من غير فضل حمدان، الراجل اللي انت دخلت بيته ووصلتنا ليه. هو اسمه فضل حمدان؟ معقول الوحيد اللي عارف يوصل له ما كانش يعرف اسمه؟ وفضل بقى هو اللي كان بيغسل الفلوس اللي طلعت من السمسره بتاعت الخصخصه؟ فضل حمدان، فضل حمدان ده كان موهوب في غسيل الأموال. تحس إنه مخلوق علشانها. شركات بتتفتح وتتقفل على الورق، حسابات بتخش البنوك تلف بنوك العالم كلها، وبعدين تلاقي الفلوس في إيدك. الكل كان كسبان، إحنا وفضل والبلد. البلد؟ البلد بتكسب من غسيل الأموال؟ أي مستثمر في الدنيا دي كلها عاوز إيه غير إنه يكسب؟ يشتري شركة، الحكومة تبعها له بتراب الفلوس، ياخدها ويكبرها ويكسب ويشغل البلد. ما كانش في حد بيخسر، أرقام الحسابات بتقول كده. شوف معدل النمو الاقتصادي بتاع البلد كان بيرتفع ازاي قبل الثورة اللي انتوا بتسموها ثورة ديت، عشان تصدق كلام منطق العزبة. بس أنا مش هناقشه، وشكلك عمال تهري في الكلام. فاكر ان ممكن حد يجي ينجدك من ايدي، مش كده؟ مش انت اللي عاوز تعرف مين اللي قتل مراتك وابنك؟ ايه؟ هيطلع فضل حمدان؟ اللي كان مراقب فضل وصل له قبلي وقبلك. احنا بعد المحاكمات والبراءات استكفينا، قلنا كفايه كده نبعد. كان في اتصالات من ناس عاوزه خدمات ومساعدات،
لكن أكتر من كده لا. لحد ما مات ابن فضل الكبير، مات باللوكيميا، بعدها بسنتين مات حفيده ابن بنته بنفس المرض. وأنا بكلمه بعزيه قال لي إنه حاسس بالذنب وإن ربنا سبحانه وتعالى بينتقم منه، بس قال جملة مهمة جدا، قال لي أنا عاوز أكفر عن ذنبي بيني وبينك إليك. حسيت إنه ممكن يعمل حاجة مجنونة تجر ناس كتير. وقبل ما اتحرك فضل ده كان فص ملح وداب، صفر مراته وبنته وجوزها وقفل كل المكاتب بتاعته، دورت عليه في كل حتة للأسف معرفتش أوصله، لحد ما وقع في إيدي فلاشة فيها فيديو فضل. عمرهم ما هيعملوا حاجة عشان ما عندهمش ورق، لكن أنا عندي. أنا عارف إني لو عملت كده هيموتوني، لكن ده مش مهم. أنا عاوز أكفر عن ذنبي، المهم دلوقتي إن أنا نجي بنتي وولادها اللي في علم الغيب. عايز أطهرهم من ذنبي. ليهم طبعا ناس في كل مكان، بس خلي بال سعادتك إن الأوراق والحسابات اللي معايا ممكن ما يوصلوش للي هيحاكمهم. صح، هو يحيى نور الدين فعلا، أنا فاكر إنه كان بيحقق في قضية الخصخصة وزهقوه لغاية ما خلوه يستقيل. ممكن يعني لو شهد معايا ووقف في صفي كلهم هيتجابوا. يحيى نور الدين كان بيحمي رئيس الجمهورية، فأكيد هيقدر يحميني ونبلغ عنهم. وأكيد زي ما بقول لحضرتك إن لو يحيى اتدخل في الأمر هتبقى شيء كويس بالنسبة لي. علشان مش عارف توصل له قررت تموتني أنا؟ تضرب عصفورين بحجر، تخلص من الضابط اللي عنده تحقيق القضية، وفي نفس الوقت تخوف فضل علشان يرجع عن اللي عايز يعمله. الفيديو ده أنا شفته أكتر من 100 مرة، طلعت منه بحاجات كتير قوي. فضل ما كانش يعرف عنك أي حاجة. اللي صور الفيديو ده وكان بيتكلم معاه هو اللي اقترح عليه اسمك عشان يضطرني أعمل فيك كده، أبقى مجرد مسدس في إيد اللي عاوز يموتك. يحيى اوعى تفتكر إن اللي بيحصل في شركتك ده مجرد صدفة. في حد مش بس عاوز يموتك، ده عاوز يسرق حياتك كلها منك، عاوز ياخد منك كل حاجة. لو الكلام اللي بتقوله ده حقيقي، إيه اللي دخل طاهر في الموضوع؟ إيه اللي خلى فضلي يروح لطاهر؟ إلا لو كان طاهر ده... طاهر مش هو اللي صور الفيديو. أنا بعد تفكير عميق طلعت باستنتاج واحد، إن فضل غير خطته في آخر لحظة، وبدل ما يروح لك راح لطاهر وعرض عليه إنه ينشر كل حاجة في كتاب. كتاب ظل الرئيس؟ يعني ظل الرئيس ده مش أنا، ده كان انت. كتاب يطبع وفي كل المستندات والأرقام، بيحط الحقيقة كلها قدام الناس في يوم وليلة، وتبقى حياته أو رقبته ملهاش أي تمن. فكرة عبقرية. في الوقت ده بقى لو أنا حاولت أقتله أبقى بثبت التهمة على نفسي، وفي نفس الوقت بيحرب السلطة. لو حاولوا يخبوا القضية أو أي حد يلعب في الأدلة، القضية كده بقت على عينك يا تاجر. انت بتستنتج كل ده ازاي؟ المفروض ان فضل دلوقتي تحت ايدك، واكيد انت قررته لما وصلك. فضل مات قبل ما يوصل عندي هنا. صاحبك الغبي وهو بيخطفه ضربه على دماغه ضربة جامدة قوي، عملت له نزيف في المخ، الراجل كبر ما كانش يقدر يستحمل ضربه زي دي. وحازم ونور فين دلوقتي؟ اوعى تقول ماتوا هما كمان من الصدمه. خلي بالك انت ما فيش قدامك اي حل غير انك تسمع كلامي. طيب انا لو قلت لك هما فين هتسيبني اعيش؟ انا زي ما قلت لك كنت مجبر،
كنت مجرد مسدس في ايد اللي عاوز يموتك. انا لو عليا عايز اقتلك الف مره، بس مش هعمل كده. هنفذ فيك اللي كان عايز ينفذه فضل. لازم الدنيا كلها تعرف اللي انا سمعته دلوقتي.